60 و 10.47. خليني احاول ارسمها هون، راح اخذ سكيل اصغر من مره. اذا راح اخذ هي الريل اكسس، هي الايماجينري اكسس اللي حددنا 60، راح اخذ هي 1 2 هي 3 وبعدين 1 2 3 4 5 6. راح ارسم هذا الخط، هذا بمثل الزاويه 60 درجه. انا رسمت الكوساين، كان لازم ارسم رسمنا تان هاي بتساوي 60. بالله احسب قديش تان ال 60. جذر الثلاثة اللي هي 1.73 اضربها في 3 5.2 هاي المفروض انها تكون تقريبا 60. وهي عند الروت لوكس، وتذكر ان الروت لوكس بمر بالنقطة، بس انا بدي 10.47. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0.47. احنا بدنا اوميجا دي تكون اكبر من هاي القيمة، اذا لازم تكون في المنطقة هاي، مش هيك؟ هاي المنطقة ممنوعة. ولو مدينا هذا الخط وكل النقاط على هذا الخط شو بتحقق؟ كل النقاط على هذا الخط بتعطيني 60 درجة اللي هي اوفر شوت، وانا وين لازم اكون؟ ما بصير اتجاوز هذا، فكل النقاط اللي هون هاي بتحقق الشرط، وبتحقق كمان شرط الاوميجا دي. انا بدي اكون على هذا الخط من هون، فلو جينا على النقطة هاي، مش هاي 10.47؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10.47. هاي النقطة بتحقق الشرطين. هلا لاحظوا، هاي موجودة على الروت لوكس وهاي موجودة على الروت لوكس، بس هاي مش موجودة على الروت لوكس. خلينا نطلع على النقاط A و B و C. هل C موجودة على الروت لوكس؟ لا، لأن الروت لوكس هيو بدأ من احنا بدينا من 1 وهي 5، هي كان عندي الأوبن لوب بولز، تحركنا هيك بعدين تحركنا هيك. كل النقاط اللي هون موجودة على الروت لوكس، موجودة على الروت لوكس يعني بتغيير كي بقدر أحققها، بقدر أجيبها. هلا في عندي خيارين، يا بروح على A يا بروح على B. إذا رحت على A إيش تحقق عندي؟ الاوفرشوت، بس ما تحقق الرايس تايم. اذا هذا ميتس الاوفرشوت ريكويرمنت، فيلز اون رايس تايم، وفي لوكي معين توصل للنقطه هاي. طب هذا ميتس رايس تايم، فيلز اون اوفرشوت. سي بقع روت لوكس؟ لا. بس ايش ميزه سي؟ ميتس رايز تايم اند اوفر شوت. بدنا زيرو صح عشان نقفش الروت لوكس اللي صار. بدنا ليد كومبنسيتر، والليد كومبنسيتر راح يدفش الروت لوكس لهنا. هلا بدنا طريقه معينه تخلي هذا الروت لوكس يتحرك هيك وبعدين يتحرك بحيث انه يمر في النقطه، لانه هلا هو ما بمر في النقطة هاي، فشو ما فتشت على قيم كي، قيم كي كله راح تحركك، راح تحركك على هذا، بس انا بدي طريقة معينة اغير شكل الروت لوكس بحيث اني احركه بهذا الاتجاه. عندنا حلين، يا يعني بنستخدم بي دي راح تحط زيرو جديد، او بدي استخدم ليد كومبنسيتر، والليد كومبنسيتر راح يحرك الروت لوكس، راح يحركه من هذا الاتجاه، راح يحركه لهذا المكان هون، راح اطلع عليها مرة جاية.